إذن في إطار استراتيجية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وبتعليمات من السيد وزير المجاهدين الذي يصر دائما على ضرورة العمل واستغلال كل الفضاءات والوسائط التي من خلالها يمكن الحفاظ على ذاكرة الجزائريين وتاريخهم، فقد اليوم ستشاهدون عرضا من إنتاج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الرامي إلى إعادة إحياء نص أصيل، نص فيه الكثير من الشاعرية، فيه الكثير من القوة، اللي هو نص عبد الرحمن كاكي اللي هو 132 سنة، وأضيفت له تلك اللمسة حتى لا ننسى، حتى لا ننسى تاريخنا، حتى لا ننسى تلك التضحيات، حتى لا ننسى من خدموا وقدموا للجزائر من تضحياتهم وعرقهم. ولكن مع العلم أن هذا النص أعطيت له لمسات جديدة متعلقة بالإضاءة والتكنولوجيات الحديثة لما تعطيه وتسمح به هذه الوسائط الرقمية من إمكانيات الرفع من قدرات الإبداعية بالنسبة للشباب الجزائري. وزارة المجاهدين أيضا وذوي الحقوق عملت أيضا على تشجيع كل المبادرات خاصة الشبانية، سواء بالمؤسسات الصغيرة أو المؤسسات الستارت أب مثلا ولا غيرها. نعطوا مثال أنه اليوم عندنا مخرج شاب، عندنا أيضا التطبيق الإلكتروني الذي هو تطبيق أيضا منح لشاب يحمل مؤسسة مصغرة، هناك أيضا منصة الإلكترونية جزائر المجد، كلها مشاريع نعمل من خلالها إلى محاولة إيصال لشبابنا بمختلف الوسائل كل ما له علاقة بتاريخنا وبذاكرتنا. وأعتقد بأن ذاكرتنا قوية، ذاكرتنا راقية، وبالتالي لابد وأن نكون في مستوى نقل هذه الذاكرة، لابد وأن نعطي يعني ولا نبخل من أجل مشاريع جادة، مشاريع علمية، مشاريع فيها كثير من الإبداع، فيها الكثير من العبقرية. وأعتقد أن الشباب الجزائري اليوم معروف بأنه عندما تتاح له الفرصة يعني يبدع. اليوم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق فتح مجالها، فتح أبوابها من أجل كل المشاريع المبدعة، من أجل أن ننتقل بالجميع وأن يساهم الجميع في الحفاظ على هذه الذاكرة، لأنها ذاكرتنا وليس لنا إلا أهل.